برحب فيكم مشاهدينا من جديد. مطرب مصري عرفوا الجمهور من خلال برنامج ستار ميكر، وبالرغم من تاريخه الفني القصير إلا أنه أثبت نفسه بالغناء ومن بعد أيضا بالتمثيل. شعاره بالحياة عايش اللحظة. مشاهدينا رحبوا معي بالفنان إيساف. أهلا وسهلا فيك إيساف. أهلا بك. هلا بنحكي ليه عايش اللحظة، لأنه في فيلم اسمه صح. عايشين اللحظة، بس أنا برضو من هذه الشخصيات يعني بحب أعيش اللحظة. حلو، يعني صدقنا طبعا. إيساف أنت من الأشخاص اللي ظهرت كتير بسرعة وبقوة واختفيت فجأة. صح، شو صار معك؟ أنت قلتي تاريخه الفني قصير. هو مش قصير، هو تاريخ تواجدي الفني، لكن أنا بدأت من حوالي 9 سنين. غبت 4 سنين. شو السبب؟ اسباب بقى كتيره. اول حاجه طبعا بعد الساحه الفنيه، لا لا خالص، لا حاجه، حاجات شخصيه كلها. وفاه امي ثم وفاه ابويا الله يرحمهم، دي كانت ان شاء الله تكون خير من احزانك يا رب إيساف. لكن هو ده الموضوع الاساسي يعني. طبعا وفاه امي كانت صدمه كبيره جدا، قعدت حوالي سنتين فيها ما بفكرش ان انا اغني او افكر ان انا اشتغل ازاي او اعمل اغاني، ما خلاص بقى قعدت مصدوم كتير يعني. بعد كده كان عندي مشاكل مع المنتج كمان، ان هم كان عندهم سيستم معين وانا عندي سيستم تاني خالص. فحبيت ابعد خالص بقى عن المجال ده بعد وفاة امي ثم وفاة والدي الله يرحمه وبس. وبعد كده بقى لما بدات انتعش من جديد، لان ربنا طبعا ادانا نعمه الحياه بتستمر طبعا، فتعاقدت مع شركه جود نيوز وبدات اعمل البوم الاولاني. طب إيساف برجع بقول لك ان شاء الله تكون خاتمه احزانك وما في حزن اكيد، وهن شايفينك يعني بمحل ما وقد انت ناجح صرت هلا الحمد لله. إيساف ستار ميكر، شو اعطاك، شو زاد لك فنيا؟ طبعا هو الخطوه الاساسيه الحقيقيه اللي كانت في حياتي. اول خطوه في حياتي اتعرف على الجمهور والجمهور يتعرف عليا كان المذيع امير كراره، كان قال لي احنا اصحاب كنا طول عمرنا ساكنين جنب بعض وعارف ان انا بغني، فقال لي تعالى ان في برنامج كده هيتعمل لسه كمان 5 6 7 شهور، تعالى اقدم فيه. وقدمت زي كل المتسابقين عادي جدا، ورحت وقابلت المنتج الاستاذ طارق نور، واول ما سمعني اقتنع بيا وقال لي انت معانا، ودخلت معاهم السيزون الاولاني وجبت شاهيناز، انا اللي جبتها كنت كمان. وطب قول لي كنا بنغني مع بعض بقى ساعتها كلنا في فنادق وفي حفلات، كنا عاملين باند كده، وجبت احمد ماهر، جبت كذا حد في المسابقه، مع ان الموضوع يعني مش اي حد ممكن يجيب حد نفسه. صحيح. لكن دي مش شخصيتي ولا دي، ما حدش بياخد رزق حد. طب إيساف هيدي البرامج بتصنع نجم برايك؟ يعني طبعا كتير هلا في انا هكمل لك. فحتى لما جت شاهيناز واختارنا اغنيه، اختارت اغنيه قول لي وبدا البرومو بتاع الاعلان بتاعها يبان ان هي دي البطل، فانا اجلت سيزون بحاله يعني، كان المفروض اخش السيزون ده اجلت. لما اجلت عملت اغنيه زي غيرها، كنت الاول داخل باغنيه برضو زي قول لي والاغاني اليوناني او التركي وعليها كلام عربي وتوزيع عربي واكمل، لكن غيرت، انا اللي غيرت، ربنا جعلني سبب ان انا غير سيستم البرنامج كله. ان دخلت باغنيه زي غيرها، هو سيستم البرنامج كان عباره عن اغاني يوناني او اغاني تركي بتحط عليها كلام عربي وبيغنوها المتسابقين يعني. لكن لما عملت زي غيرها اغنيه لحن جديد كلام جديد توزيع جديد، الحمد لله نجحت جدا مع الناس ونجحت جدا مع لجنه التحكيم، والاستاذ حسن ابو السعود بكى وانا بغنيها. حلو. وده كان بالنسبه لي شيء يعني صعب نسمع. جدا ماشي اوكي نسمع يلا بينا، بس نحن ما بدنا نبكي. لا خالص، نحن سعيدين فيك. وانا والله مبسوط جدا معاكم. زي غيرها صوتها لونها شو عيونها الكذابين، زي غيرها ضميرها ضيعت 10 سنين، زي غيرها ما عادش باين اللي صادق من اللي خاين، حب عشرة كله هاين، والهوى احساس حزين. حلو. في دويتو او في عمل مشترك انت وشذا حسون، وين صار، شو صار، شو الخبريه؟ لا هو احنا كنا عملنا اوبريت سوا. صحيح. انا وهي ومجموعه فنانين، ايهاب توفيق واحمد سعد ومصطفى محفوظ وناس ومي سليم، فانا وشذا يعني حصل كيمستري بينا
وفنيا يعني. نعم. عشان بس يعني توضيح. توضيح. ف قعد يعرضوا علينا الناس الموجودين احنا نعمل دويتو سوا وفعلا فكرنا في الموضوع بس ما اتقابلناش تاني بعد كده. يعني الدنيا خدتنا من بعض، انا سافرت كتير هي سافرت كتير وبس. لكن بس انت بتحب بحب صوتها جدا عامه. وفكره الدويتو موجوده عندك يعني؟ طبعا طبعا موجوده فكره الدويتو طبعا. وشذا اذا اذا بدك تختار يعني هلا خلينا نحكي على الهوا. ما في من الاشخاص اللي طبعا شذا من الاشخاص اللي صوتها جميل وهي جميله كلها على بعضها. طب إساف بدنا نحكي عن إساف الممثل كمان مش بس المطرب، ولكن كمطرب شو جديدك؟ شو عم تعمل؟ شو عم تحضر؟ هقول لك الحاجه، في مصر الفتره الاخيره دي المزيكا اختلفت، يعني المزيكا الشيك ما بقتش هي توصل للناس بسهوله. نعم. اللي بيوصل للناس بسهوله الاغاني اللي هي كلامها دارج بين الناس، شعبية يعني، مش شعبيه قوي بس يعني في طربيه شويه او شرقيه قوي، هقول عليها شرقيه يعني احلى اسم نسميه بان تكون شرقيه. يعني مثلا مزيكا الهاوس والتكنو والباب والحاجات دي ما بقتش هي البطل في مصر. البطل في مصر دلوقتي الدنيا زي المرجيحه والحاجات. فانا بحاول، ما هو الواحد لازم يعني يمشي. انا بغني، انا بغني اللي يعجب الناس مش بيعجبني. بقدم سلعه لازم تعجب الناس، ما تعجبنيش انا، وبنفس الوقت لازم اقدمها بشخصيتي وباحساسي انا. فانا بحاول اعمل يعني، انا عندي كليب ان شاء الله هشتغل عليه، شغال في الاغنيه دلوقتي الاوديو وشغال في الكليب، يمكن ينزل العيد الكبير. اغنيه قريبه بقى من الكلام اللي الناس بتحبه، الافات الناس بتحبها، توزيع شرقي جدا. ممكن ابقى اغني لك منها حته كمان شويه كده. هلا مش هلا شويه دغري. هيدي جديدك؟ دي جديده يعني، هيدي حصريا فينا نقول. فينا نقول يلا. اوكي حصريا. هي بتبدا بادليب كده موال في الاول، بعدين بخش على طول بقى. وبدنا الموال كمان. انا اقول الموال طبعا. اوكي بس ما فيش زعل. لا. خد اما اقول لك كلمه وخد مني نصيحه، طلعت غير ما كنت متخيل، طلعت بتاع كلام ومش تمام، وبصراحة طلعت في كلامك عايل عايل، انت طلعت شمال طلعت شمال طلعت شمال، دي حاجة ولا عالخاطر ولا عالبال، ايوة طلعت شمال طلعت شمال شمال الشمال، مش لاقي كلمة تانية غير كده تتقال، ابعد عني وسيبني اللي تعبني، ولا تكلمني ايه هتصاحبني، روح يلا كده شوف حالك، مالي ومالك خلي خيالك منه يشيلني، ايوة انا هقدر اسيبك وهوريلك ده انت شاليلني، انت طلعت شمال كده يعني. يعني لهالسبب قلت لي بلا زعل، هلا فهمنا ليه قلت لي بلا زعل. بلا زعل بلا زعل، اصل شمال دي كلمه دارجه عندنا في مصر دلوقتي قوي، حتى في الافلام في السينما بتتقال على طول دلوقتي. ليه مش يمين؟ بيطلع شمال ولا خليه اعطيني اذا هو لو وقع خلاص بقى هو نصيبه. اوكي هاتو. اوكي ليه شمال مش يمين؟ عشان شمال دي كلمه دارجه عندنا في مصر دلوقتي، اي حاجه مش تمام يعني، حد عمل معايا حركه وحشه، حد سنت الجاي بتدرس يمين يعني. يمكن فبقول له انت طلعت شمال. إساف بتقول انه انت عم تفتش على بنت هيك فتاه خفيفه الدم. لازم. طب أيوه. لقيتها. لقيتها لقيتها. قاعده بوجهك. صراحه لا عن جد قد ايه بهمك هيدي هي الصفه الوحيده بالفتاة؟ لا طبعا لازم تكون جميله. طبعا يعني لازم، ده مش شرط، بس يعني اتمنى ان هي تكون جميله، لان خلينا يعني كده يعني صرحاء يعني. اتفضل. اول حاجه هتعجبني في واحده شكلها، عشان بس الناس بتقول لك ايه انت بتبص للجمال انت ما بتبصش للمضمون. لا الكلام ده مش صح. صحيح. عشان نبقى واقعيين، اول حاجه اصلا ما بكونش عارفها يعني، انا بس شفتك النهارده عجبني شكلك حبيتك. ايوه اعتراف على يعني تحصل يعني، فيعني او ما حبيتكيش بس اعجبت بهالشكل يعني،
بعد كده ابدا اعرفك يا اما نكمل يا اما ما نكملش. فيعني اول حاجه بتعجبني الشكل, ولما بقعد معاها بشوف خفه الدم, لازم تكون خفيفه الدم ولازم تكون بتتكلم كده, انا بحب الشخصيات دي جدا. طب ان شاء الله عن جد إيسافك تلاقي بنت خفيفه الدم بمصر ونسمع اخبار حلوه. مش لازم بمصر على فكره, نسمع اخبار حلوه قريبا ان شاء الله. خلينا نحكي عن التمثيل, فيلمين ما في مسرح وما في دراما تلفزيونيه. في مسرح دلوقتي معروض عليا حلو مع الاستاذ فيصل ندى. ليه قبل ما كنت بالمسرح؟ اتعرض عليا كتير بس انا ما كنتش يعني, المسرح بيضيع وقت المطرب لان كل يوم بيبقى عندي مسرح عرض, كل يوم انا عندي افراح, عندي حفلات, وبعدين المسرح كل يوم, فانا موجود كل يوم للناس اللي حابه تسمعني. فهبقى لما اعمل حفله مين هيجي لي؟ طب شو تغير؟ شو تغير اليوم؟ اتغير ان مش اليوم, الفتره دي كلها اصبحت حتى الفيديو زي ما بتقولي, كان دايما المطرب ما يحبش يعمل فيديو. لو ترجعي كده الفترة اللي فاتت دي كلها قليل قوي المطربين اللي عملوا فيديوهات, لكن دلوقتي الفيديو هو الموضوع والسينما هي الموضوع اكتر يمكن كمان من الطرب والحفلات. المعادلة اختلفت, فاحنا لازم نمشي مع الموجة كلنا ايا كان انا إيساف اي حد تاني غيره. هيكون في مسرحية يعني معروض عليا مسرحياتي مع حسام الدين صلاح واستاذ فيصل ندى, وقريت الموضوع لذيذ جدا. طبعا فيصل ندى يعني تاريخه عظيم قريبا, يعني راح تكون قريبا ان شاء الله, عملنا بروفاتها في مصر وقريبا تكون على خشبة المسرح ان شاء الله. وينك من دراما التلفزيونية؟ يعني هلا في كتير فنانين إيساف عم يتجهوا بس مش مطربين. بلا وقع عمرو دياب وقع قد للتلفزيون. ما انا بقول لك ده دلوقتي مؤخرا. ايه؟ وينك هلا انت؟ كانوا فاكر يعني, انا مثلا قعدت قريب مع ناس منتجين دراما تلفزيونية فقلت لهم اخبار الدراما وانت عايز تمثل في التلفزيون؟ قلت لهم اه. طب ليه هلا بيستغربوا ان المطربين بيبقوا عايزين يمثلوا في التلفزيون؟ ليه بهيدا الوقت الفنانين كلهم عم يتجهوا صوب التلفزيون؟ لان هو البطل دلوقتي, هو البطل اكتر. في شيء معروض عليك؟ لا في شيء اتعرض عليا ككلام, لكن العمل هو ايه لسه ما اعرفش هو ايه. انت عايز تمثل معانا؟ طب اوكي تعالى نعمل الموضوع ده. طب سينمائيا إيه؟ شو جديدك؟ كان في فيلم بنعمله الفتره اللي فاتت بيتكتب اسمه البرنامج. بيحكي عن الوسط الفني كله في الوطن العربي, الوسط الفني الغنائي بالاخص, انتاجيا وفنيا ومضمونا بقى حياه كل واحد وفنان بيجي ازاي, يعني اشبه ما يكون لستار اكاديمي بس بالدواخل بتاعته بقى. هيدا الفيلم مضيته يعني؟ هذا الفيلم لسه المنتج بتاعه صاحبي المنتج احمد دسوقي, هو فكرته. بوجه له تحيه. طبعا وانا كمان بوجه له تحيه. فاحنا كنا متفقين على الفيلم ده وقعدنا نتكلم عليه, يعني بنجتهد عليه بقالنا كتير, وانا عامل شخصيه فيه ان شاء الله انا حابب اعملها جدا. شخصيه مطرب مش شعبي بس مطرب من منطقه شعبيه بيحب يغني الحاجات الشعبيه. اغني شعبي وهتولع بقى, هتولع. طب إيساف الفيلمين اللي عملتهم الحكايه فيها منا وايضا عايشين لحظه ما كانوا افلام يعني مفرقعين مثل ما بتقولوا انتم بالمصري, نجحوا ولكن نجاح خزول. ما الافلام اللي بتفرقع عندنا في مصر قليله مش كتير, يعني في افلام كتير بتنجح بس ما بتفرقعش. الفرقعه دي بقى حاجه بتاعه ربنا. شو الاسباب برايك اللي في الافلام اللي انت كنت فيها ما عملت هالفرقعه الكبيره؟ عشان ما كانتش كوميدي, ده السبب. اللي بيفرقع دلوقتي لازم يكون فيها كوميديا, والمخرج بتاع الفيلم او المخرجه مش حابه الكوميديا خالص. حتى انا كل ما كنت احاول ابقى طبيعي واعمل حاجه كوميديه هي مش حابه كده, فكان ده دايما حاجز بيننا, وده دايما حاجز بين اول يعني بين مطرب يقدم نفسه اول مره للناس. مش عايز اعمل دور رومانسي بقى والادوار دي خلاص. الناس في مصر او في الوطن العربي ما بقتش بتحسها قوي زي الاول, حبه الكوميديا. عندنا ضغوط كتير قوي يكون ياخدش فيلم ان شاء الله حتى ما يقدمش حاجه غير انه يقدم لي ضحكه, هو كده عمل مسج حلوه. انت بتشوف حالك بالكوميديا؟ بتشوف حالك إيساف عم بتمثل كوميدي وعم تضحك الجمهور؟ مش عارف يعني, وانا في وسط الناس اللي بعرفهم كلهم بيقولوا لي كده, فمش عارف. عم بيضحكوا؟ عم بيضحكوا. اي إيساف بدي اتشكر وجودك معنا بس اليوم على القرة, استمتعت بلقائي معك وبصوتك. وانا كمان استمتعت بيك وكل الجمهور.